بيسعدني ان انا اكون موجود معاكم اليوم، وبشكر اتحاد شباب حزب المؤتمر على انه وجه لي الدعوه. انا الدعوه جات لي من اتحاد الشباب، فبالتالي انا بلبي دعوه اتحاد الشباب في الحزب اللي انا بعتز بيه وبعتبر ان هو بيتي، بالرغم من ان احنا بعدنا الى حد ما عن المكان، ولكن انا بتابع كل نشاطكم عن طريق وسائل الاعلام وعن طريق النت وفي كل المجالات، وفخور بان انتم الحمد لله بتسيروا في الطريق يعني المتوقع، وان شاء الله هيكون فعلا لنا تمثيل جيد في البرلمان القادم، واتمنى ان يكون فعلا تكون في نسبه كبيره من الشباب ضمن هذا البرلمان. حقيقه انا احب انقل لكم صورتنا في الخارج. احنا كنا في يعني معركة سياسية في جنيف في الكام يوم الماضيين، والحمد لله كللت بالنجاح، ولكن هناك انتظار من دول العالم كله ان مصر سوف تخطو خطوات قوية وثابتة نحو الديمقراطية الحقيقية، وده هيكون طبعا بانتخابات حرة وشفافة للبرلمان القادم. هناك تقدير كبير وواعي للدستور الجديد اللي احنا وافقنا عليه، تقدير كبير للأجزاء الخاصة بالحريات والمواطنة، الأجزاء الخاصة بحقوق المرأة، الأجزاء الخاصة بالشباب، وأتمنى ان احنا فعلا كبرلمان قادم ان هو يستطيع ترجمة هذه المواد الى قوانين والى فعاليات تستطيع ان هي تتسق مع هذا الدستور. هو ده اللي انا حبيت ان انقله لكم، لان الوضع في الخارج مرتبط ارتباط كبير جدا بترتيب البيت من الداخل. سوف تستقيم الامور بالنسبه لنا خارجيا عندما ننجح في ترتيب بيتنا من الداخل، وهذا الترتيب بيعتمد علينا وعلى كل فرد في هذا الوطن مهما كان في حزب او خارج حزب، متقدم في السن او شاب. وانا طبعا بأحيي الربان عمر سميده على كلماته، واعتقد ده نفس المنهج اللي انا بحب اسير عليه وبحب اتحدث فيه، ان مفيش حاجه اسمها صراع اجيال، ولعلمكم في من يريد بث هذه الفكره في نفوس البعض هنا في هذه الدوله كنوع من تأجيج الصراع المجتمعي وهدم هذه الدوله. لا يوجد شيء اسمه صراع اجيال، فيه زي ما انتم كاتبين التحدي والفرصه. الفرصة ان الدولة توفر مناخ مناسب للاستثمار، مناخ مناسب للقطاع الخاص ان هو ينمو ويقدم فرص عمل للشباب، مناخ مناسب للامن. كل هذه العناصر هي اللي هتتيح لكم الفرصة. الفرصة مش هتيجي من فكرة ان انا هاخد شاب وعينه معاون وزير او معاون محافظ او غيره. لازم الشاب يبدأ الاول ثم يدخل في مرحلة التحدي اللي انتوا كاتبينها. يعني انا رأيي انها تخليها الفرصة والتحدي اكتر من التحدي والفرصة، او يمكن انتوا قصدكوا التحدي اللي هو الارهاب، لكن انا بشوف ان احنا يجب ان نضع شبابنا على بداية الطريق، بداية الامل، بداية ان هو يكون عنده احساس بان هو يستطيع ان هو يكون اسرة، يكون عنده عمل، ويستطيع ان هو فعلا ينظر الى حياته بالشكل الطبيعي اللي كل شاب في العالم بيسلكه. فالمسؤولية مشتركة، مسؤولية مجتمعية، لكن انا اؤكد لكم انه ما لمسه الربان عمر سميدة في حديثه ده امر هام جدا، ويجب ان احنا نتجنب اي فرقة مجتمعية، لان السلام المجتمعي هو اساس نهضة هذه الدولة. السلام المجتمعي هو هيكون اساس محاربة الارهاب، فلازم كلنا نقف كلنا زي ما هو قال برضو صف واحد ونصطف جميعا من اجل هدف واحد، وهو رفعة هذا الوطن. هذا الوطن له امكانيات كبيرة جدا وله تقدير كبير جدا في العالم كله، ويجب ان احنا نكون جديرين بيه. وانا بكرر الكلمة دي في كل حديث، يجب ان يكون كل المصريين شباب وكبار، رجال ونساء، يكونوا جديرين بهذا الوطن. هذا الوطن العظيم قدم لنا الكثير، وانا الاوان ان احنا نرد له جزء من ما قدمه لنا.
انا حقيقة يعني متفائل جدا بشباب حزب المؤتمر، وبعتقد ان هم فعلا بيدوا نموذج جيد. الحزب نفسه في فلسفته في التعامل مع الشباب اعتقد ان هو نموذج جيد للاحزاب الاخرى، ويجب ان هو يكون فعلا نبراس للاحزاب الاخرى، لانه عملية الاستقلال اللي موجودة في الاتحاد الشباب انا اعتقد ان هي دي مطلوبة، وبتدي فرصة للشباب ان هو يضع سياساته بنفسه ويطبقها، وطبعا في اطار من التوافق مع اهداف الحزب وسياساته. بتمنى لكم كل التوفيق في هذا المؤتمر، وانا سعيد جدا بهذه الدعوة، واتمنى ان انا اشارككم في كل الفعاليات. وانا اعتقد ان انا يعني مع الدكتور صلاح حسب الله اللي هو موجود دلوقتي، انا قلت له ان انا مستعد ان انا اقف بجانب ووراء، هو بس واقف بس بيتكلم مش سامعني. انا قلت له ان انا مستعد ان انا اقف وراء كل انسان هيفكر ان هو يرشح نفسه في البرلمان القادم، مستعد اسنده، مستعد انزل معاه في دائرته الانتخابيه، مستعد اقف جميع مع جميع اعضاء الحزب ان شاء الله في نهجهم القادم ودخولهم البرلمان باذن الله. بالنسبه لي انا الحمد لله اخذت قراري ان انا هكون بعيد تماما عن هذا المجال في الفتره القادمه، وهكون حر طليق اقدر ان انا اخدم بلدي بطريقه اخرى انا شايف انها هتكون اكثر فعاليه. شكرا جزيلا.